في كلمة ألقتها في باريس، طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي بمحاكمة الأسد وخامنئي في محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب السوري، مشيرة إلى أن النظام السوري الذي أنفقت إيران مليارات لإبقائه يلفظ أنفاسه الأخيرة. الطاغية الذي أنفق النظام الإيراني لدعمه المليارات في سوريا يلفظ أنفاسه الأخيرة، ونأمل أن تتم محاكمة خامنئي إلى جانب الأسد في محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم مجازر بحق 300 ألف من أبناء الشعب السوري. وحثت رجوي دول الغربية على ضرورة أن يقضي أي اتفاق مع إيران على قدراتها لإنتاج السلاح النووي، وإلا فإن الاتفاق سيكون مرفوضا من المعارضة. ألفت نظر الدول الغربية إلى أن أي اتفاق لا يقضي على قدرة النظام على صنع قنبلة نووية ويضمن عدم وجود جانب عسكري لبرنامجه النووي مرفوض من أبناء الشعب الإيراني والمعارضة الإيرانية.